السلام عليكم أصدقائي متابعين قناة مهنة الحياة، أنا أخوكم طلال. كما تشاهدون معي تم تغريف البئر بشكل كامل من أول متر لآخر متر 125، والآن سيتم عملية استئناف الحفر إن شاء الله تعالى، ونحن الآن في المراحل الأخيرة. بإذن الله غدا أو بعد غد سيتم إكمال المهمة بنجاح إن شاء الله تعالى، وبذلك قد وصلنا إلى عمق 150 أو 60 متر. نعم البئر لقد شرف على الانتهاء ونحن الآن في المراحل الأخيرة، إن شاء الله تعالى غدا سوف ينتهي الحفر، وبذلك قد يكون المهمة قد اكتملت. نعم نحن الآن في المراحل الأخيرة من حفر البئر، كما تعرفون لقد تم تغليف البئر بشكل كامل. ملاحظة أعزائي المتابعين، ليس كل الآبار قابلة للردم، بعض الآبار لا تردم. نعم الآبار التي لا تردم أو لا تكون فيها الانهيار الشديد يتم مواصلة الحفر بدون أنابيب الحديد أو التغليف. ملاحظة أعزائي المتابعين، ليست كل الآبار قابلة للانهيار أو الردم، هناك بعض الآبار تردم وهناك بعض الآبار لا تردم. هنا مثلا تم الانهيار في العمق 25 وفي عمق 120. عندما تكون عملية الانهيار أو الردم بشكل كبير لابد من تغليف البئر لمواصلة الحفر. كما قلت لكم ليست كل الآبار قابلة للردم، هناك بعض الأماكن تردم وبعض الأماكن لا تردم. هنا مثلا لقد تم الردم أو الانهيار مرتين، مرة الأولى في العمق 25 ومرة الثانية في العمق 120. نعم وكما قلت لكم الآن نحن في المراحل الأخيرة من انتهاء البئر، إن شاء الله غدا سوف يتم إكمال المواتر الباقية، وبذلك قد وصلنا إلى 160 متر ولله الحمد. وتحياتي للجميع، إن شاء الله سوف أشارك معكم حتى النهاية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا ودعما لنا لنستمر معكم. أخوكم طلال، قناة مهنة الحياة. نعم لو لم تكن هناك الردم والانهيار لكنا قد أكملنا وأنجزنا هذه المهمة في ظرف 7 أيام أو أسبوع، وبسبب الردم والانهيار والتغليف والبئر وما إلى ذلك والظروف الجو لقد تأخرنا بعض شيء. معلش لا يهم، المهم نجحنا في هذه المهمة ولله الحمد، وغدا سوف يتم إكمال البئر بشكل كامل. الوقت لا يهم، المهم أهم شيء هو النجاح وإكمال المهمة بالنجاح، وزرع الفرحة والابتسامة على وجوه المزارعين هنا والفلاحين هنا، والحمد لله. البئر هنا قد أخذ منا الجهد والوقت بشكل كبير، معلش لا يهم، المهم أن ننجح في هذه المهمة وهو الأهم. والآن سوف يتم استئناف الحفر لإكمال المواتر الباقية.